بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة حل بعض أسئلة الاختبارات السابقة التي مرت على البحث الأول فنأتي إلى سؤال اختبار لتكن اف اكس تساوي افك تساوي عبارة عن أكس تكعيب زائد أربعة اكس تربيع ناقص واحد يساوي الصفر إذا إكس تكعيب زائد أربعة إكس تربيع ناقص واحد يساوي إلى الصفر أولا يطلب مني الطلب الأول تحقق من أنها لها جذر داخل الفترة صفر واحد إذا أو الطلب الأول check that fx has a root in الصفر واحد بعد أن تتحقق الطلب الثاني use the p section methods. الطلب الثاني استخدم استخدم طريقة تنصيف الفترات الفترات uh, to find two iteration to find تقريباً لإيجاد تقريباً إذن هنا فقط يريد إيجاد تقريباً بواسطة البي ميثودز أولا ماذا أفعل إذا للتحقق من هذا الشرط بقول له إف في بداية الفترة ماذا يساوي بعوض هون كل إكس بصفر فأرى أنه يساوي السالب واحد وإف في نهاية الفترة ماذا يساوي بعوض هون كل واحد فمنشوف واحد للتكعيب زائد أربعة صاروا خمسة راح واحد يساوي إلى أربعة واضح أن كلاهما من اشارتين مختلفتين اي ان اف الصفر ضرب اف الواحد اقل من الصفر وبالتالي الشرط يقول يوجد جزر داخل الفتره يوجد جزر داخل الفتره صفر واحد اذا وبالتالي هذا هو الطلب الاول. الطلب الثاني استخدم او اوجد لي تقريبين ممكن ابني انا واسوي الجدول التالي هنا بالشكل التالي اذا نسوي جدول نضع فيه القيم بالشكل التالي هنا ال i الاتيريشن تقريب واحد وتقريب اثنين هنا ال a ماذا تساوي ال b ماذا تساوي وهنا اف الأي a اف البي b c نقطة السي ماذا تساوي واف سي وحاصل الجداء الابديت، العبارة عن ما هو الفترة الجديدة التي تصبح معي؟ ال -A في بدايتها هي صفر وال -B هي واحد، إف ال اوجدناه هو سالب واحد، إف ال هو عبارة عن اربعة أيضا أوجدناه، طبعا واحد زائد صفر زائد واحد هو واحد تقسيم اثنين هو نصف، إذا السي هي نصف اف سي نعوض في هذه المعادلة كل إكس نعوض في هذه المعادلة كل إكس بنصف فنحصل على أن اف سي هو صفر مية وخمسة الآن آه, السي إشارة موجبة إذا لا يمكن أن أخذ الموجب مع الموجب وإنما سأخذ الموجب مع السالب إذا معناتها السي ستكون مكان البي إذا الأبديت ستأضع بدل البي السي الآن أكرر نفس العملية، إذا الـ A هي صفر، الـ B اللي هي c صارت نصف، الآن إف الـ A بعرفة هي سالب واحد، إف السي c بعرفها كهنا اللي هي صفر فاصلة ميه وخمسة وعشرين، الآن بقول: نصف زائد صفر. تقسيم اثنين هي عبارة عن ربع اللي هي عبارة عن صفر فاصلة خمسة وعشرين بعوض في هذه المعادلة عن اكس ب صفر فاصل خمسة فأحصل على سالب صفر فاصلة سبعة وأربعة وأربعين الآن إشارة سالب إذا معناتها سأخذها مكان ال a إذا معناتها ال a تساوي إلى السي c وأتوقف هنا عند هذه النقطة ولذلك لأنه يطلب مني فقط أوجد two iterations هذا مثال أول عن الـ p-section method use Newton-Raphson method to find three iterations إذن هنا يريد three iterations ثلاثة تقريبات of the equation if x يساوي الصفر taking x صفر يساوي إلى نصف of the equation if x يساوي إلى الصفر taking x0 يساوي الى النصف ارى ان الاف اكس هو عطنياب اياه بالتمرين يساوي اذا هنا حليته على البي سكشن يريد ان احله ايضا على النيوتن رافسون الاف اكس هي اكس تكعيب زائد 4 اكس تربيع ناقص 1 يساوي آه، هذه هي الاف اكس نحتاج الى حساب الاف فتحه اكس هي عباره عن 3 اكس تربيع زائد 8 اكس هذه هي والإكس صفر هو يعطيني هي عبارة عن نصف عند إذن ببني المعادلة إكس آي زائد واحد يساوي إلى إكس آي ناقص إف إكس آي على إف فتحة إكس الآي والآي طبعا هو يريد تري إتريشن إذن هي صفر واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة إذن هذه هي الآي ممكن أن أكتب الآن بالشكل التالي آه الاكس ممكن ان نكتب بالشكل بعد ان عوضنا فالاكس صفر هي نصف هو يعطيني اياها اذا الاكس صفر هي تساوي الى النصف الاكس واحد لايجاد الاكس واحد نعوض في المعادله فنحصل على انه صفر فاصلة اربعة سبعة سبعة والاكس اثنين مباشر هي عبارة عن اكس صفر اكس واحد اكس اثنين صفر فاصلة أربعة سبعة ثمانية وعشرين والإكس ثلاثة التقريب ثلاثة هو صفر فاصلة أربعة سبعة ثمانية وعشرين لو طلعنا هون لوجدنا الإكس اثنين هي نفسها الإكس ثلاثة وهو المطلوب في هذا السؤال ممكن أن أخذ سؤال آخر من دورة أخرى مثلا استخدم نيوتن رفسون ميثود to لإيجاد حل جزر المعادلة E إي أس X ناقص 4 X يساوي الصفر الواقع داخل الفترة من 2 إلى 3 وخذ ال X صفر هو عبارة عن 2.1 and uh, preform for iteration ويحتاج إلى 4 iteration أربعة تقريبات الان عندي الاف اكس بقول بالشكل التالي يساوي الى اي اس اكس ناقص أربعة اكس الاف فتحه اكس يساوي الى اي اس اكس ناقص أربعة الان والاكس اي زائد واحد هي عباره عن اكس أي ناقص اف اكس اي على اف فتحه اكس الاي والاي يريد فور ايتريشنز ان هي الصفر واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة زن اربعة اتريشنات فلو عوضت لحصلت على الاكس صفر هي النقطة البداية يعطيني اياها الاكس واحد هي عبارة اثنين فاصل واحد خمسمية واحد وستين الاكس اثنين هي عبارة عن اثنين فاصل واحد خمسمية ثلاثة وثلاثين الاكس ثلاثة هي عبارة عن اثنين فاصلة واحد الاكس اربعة هي عبارة عن اثنين فاصلة طبعا جميع النتائج مقربة الى اربعة ارقام عشرية حسب ما هو طالب في نفس السؤال اذا هاي حلينا سؤال عن البي سيكشن سؤالين عن النيوتن رافسون يبقى لدينا نحل سؤال اختبار نهائي عن طريقة الفيكس بوينت، إذا هنا نأخذ سؤال: use the fixed point method and solve the equations e أس x ناقص 4x يساوي الصفر من أجل x تنتمي إلى الفترة من 2 ل 3، وليكن لدي النقطة الابتدائية هي عبارة عن 2.1 and stop، هنا يطلب stop. توقف عندما تكون الاكس كا زائد واحد ناقص الاكس كا اقل من صفر فاصل صفرين واحد اذن هنا متى نتوقف عن الحل دائما وابدا هذا هو السؤال المطروح التوقف عن الحل عندما يكون اما هو يطلب منك ذلك او ان اتوقف عن الحل عندما يكون حاصل طرح اي خطوتين متتاليات اصغر من عدد ابسيلون صغير او اجد ان العدد بدا يتكرر الان من هنا ما هي الداله التكراريه من هنا لو ان الاي اس اكس نقلنا الـ اكس للطرف الثاني هي 4 اكس لو اخذنا اللوغاريتم الطبيعي للطرفين فان اللوغاريتم اي اس اكس يساوي لوغاريتم 4 اكس اللوغاريتم والإ دالتان متعاكستان بياكلوا بعضهم بيبقى معي إكس يساوي لوغاريتم 4 إكس الآن هذه هي إكس يساوي إلى جي الإكس إذا هذه هي إكس يساوي إلى جي الإكس استطعت أن أكتبها وهذا هو الجي إكس لنتحقق هل هو يحقق الشرط التكراري أم لا الجي إكس ما هو مشتقه المشتق له مشتق ما بعد اللوغاريتم مشتق الأربعة X هو أربعة على ما بعد اللوغاريتم على أربعة X طبعا الأربعة مع الأربعة بتروح معي واحد على إكس وهذا بالقيمة المطلقة من أجل الإكس صفر هي 2.1 إذن هذا يؤدي جي فتحة للإكس صفر أكيد هو أقل من الواحد وبالتالي أستطيع أن أبدأ في التكرار لأضع عداد على هذه فإن الإكس آي زائد واحد يساوي إلى لوغاريتم أربعة إكس الآي إذا ومن هنا حيث الآي تساوي صفر واحد اثنين إلى ما لا نهاية الآن إذا عوضت فأحصل على إكس واحد تساوي اثنين فاصلة واحد اثنين

3 0 واحد ولذلك توقفنا عند الاكس 6 اذا عندما يطلب مني توقف عند هذه الخطوه يجب انه في كل قيمتين متتاليتين احسب احسب حاصل فرق حتى اتحقق هل يتحقق الشرط اذا كان وصلت لهذا الشرط اتوقف والا فاتابع الى ان اصل ولذلك هنا احتجت الى 6 تكرارات حتى نتوصل إلى الحل. هذا مثال بسيط عن هذه القاعدة، ممكن أن نأخذ أمثلة أخرى إذا احتجنا، مثلاً استخدم الـ p استخدم الـ p لحل المعادلة التالية: المعادلة هي جذر الاكس. ناقص كوساين إكس يساوي إلى الصفر حيث الإكس تنتمي إلى الفترة من صفر إلى واحد طبعا مقدرا الزاوية بالراديان الآن إذا هنا لا يطلب مني تحقق أنه في إلها جزر إلا لا uh, find the first two iteration ويطلب هنا the first two iteration فقط تقريبين إذا هنا فقط يطلبوا the first two iterations إذا بنعمل الجدول كما فعلنا سابقا هون الـ I هون الـ A B F الـ A F الـ B C و F الـ C والـ Update والـ Update Update Update, Update. الآن نأتي إلى الإتيريشن الأول الـ صفر والـ B واحد الـ F الـ A إذا حسبت بيطلع معي سالب واحد F الـ B إذا حسبت بيطلع معي صفر فاصلة أربعة خمسة تسعة سبعة الـ C بتطلع معي نصف طبعا هي عبارة واحد زائد واحد زائد صفر تقسيم اثنين هي عبارة عن نصف لو عوضنا هون بالنصف لوجدنا لو أنه سالب صفر فاصلة واحد مية وخمسة الآن الابديت هنا الاف سي سالب اذا سالب لا يمكن ان ناخذه مع الاف الاي لانه الاف الاي سالب اذا معناته سي ستاتي مكان الاي اذا معناتها الاي هي عباره عن سي وبالتالي فسيكون هنا الإتيريشن الثاني الاي هي عباره عن نصف والبي هي عباره عن واحد واف الاي هي عباره عن سالب 0.1705 وخمسه اف البي هي صفر فاصلة اربعة خمسة تسعة سبعة الآن نحسب السي نصف زائد واحد تقسيم اثنين هي عبارة عن صفر فاصلة سبعين خمسة وسبعين الآن نعوض صفر فاصلة خمسة وسبعين في المعادلة فنحصل على صفر فاصلة 13 4 3 الآن هنا الإف آه, إشارتها موجبة لا يمكن أن آخذها مع الإشارة السالبة إذا ستأتي مكان البي إذا معناتها الأبديت هي البي هي مساوية إلى السي ممكن أن آخذ أيضا مثال آخر use successive approximation method fixed point method to find approximate gx الـ 3 x تربيع ناقص no, e أس x يساوي الصفر taking x صفر يساوي الواحد and find two iteration and find two iteration إذا هنا يريد فقط two iterations والإكس صفر يعطيني إياها وكل شيء من هنا نحصل على لو جينا من هون نقلنا الاي اس اكس للطرف الثاني لحصلنا على 3 اكس تربيع يساوي اي اس اكس لو قسمنا الطرفين على 3 لحصلنا على اكس تربيع يساوي 3 اي اس اكس لو جزرنا الطرفين لحصلنا على اكس يساوي الجزر التربيعي لثلث اي e اس اكس هذا هو الجي اكس في هذه الحالة الآن لو اشتققناه لو اشتققنا الجي اكس إذا أن ما هو مشتقة الجي اكس هي عبارة عن مشتقة ما تحت الجزر على اثنين ضرب الجزر مشتقة ما تحت الجزر هي هذه على اثنين ضرب الجزر تلت اي اس اكس الآن إذا كانت الإكس صفر يساوي الواحد فهذا يؤدي إلى أن القيمة المطلقة لجي إكس صفر ماذا تساوي؟ تساوي إلى صفر فاصلة أربعة سبعة خمسة تسعة وهي أقل من الواحد وبالتالي أستطيع أن أخذ الجي إكس مساوي إلى جزر تلت إي أس إكس في هذه الحالة التكرارية إكس ال آي زائد واحد يساوي إلى تحت الجزر تلت إي أس إكس آي والآي تساوي إلى صفر واحد اثنين إلى آخره هنا يريد تو إتريشنز إذا معناتها باخذ له صفر وواحد نعوض في هذه العلاقة فنحصل على الإكس صفر هو يعطيني إياها واحد الإكس واحد بتعويض هنا بالإكس صفر فنحصل على هي صفر فاصلة تسعة خمسة تسعة عشر والإكس اثنين هي عبارة صفر فاصلة تسعة اثنين تسعة ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته